حول الموضوع معنا إذن من مانشستر سيتي رئيس المؤتمر العام لاتحاد روهينجا أراكان دكتور طاهر أراغاني. أهلا بك معنا دكتور طاهر. هل من توثيقات لديكم عن هذه الحالات؟ هل ثبت إلى حد الآن صحتها؟ هل ثبت إلى حد الآن من يتحمل مسؤولية هذه الحالات دكتور؟ طبعا لا شك هنالك صور كثيرة من سياسة التجويع في بعض المناطق النائية في داخل أراكان التي يقطنها المسلمون روهينجا. الجيش يحاصرهم ويمنع دخول المواد الغذائية، وبالتالي لا يوجد هنالك أخبار كافية عن حياتهم، وقد يكونوا في يعني قد ماتوا بسبب الجوع، وهذا الذي يمارسه في مدينة سيتوي أيضا منذ عام 2012. يمنعون الناس من الصيد، وكذلك يمنعون دخول المواد الغذائية في داخل المخيمات إلا بطرق محددة وبكمية محدودة، وكذلك يمنعون وصول الناس إلى المستشفيات ووصول المواد الطبية إلى هذه المناطق. وكذلك يعني تعرفون كيف أن الدولة تمنع وصول المساعدات الإنسانية لأجل أن يعني أن يقتل الناس بطريقة مختلفة بتكلفة أقل. نعم. وتعرفون هذه سياسة التجويع جزء من الإبادة الجماعية، وحسب نظام المحكمة الجنائية الدولية، وهذا الذي يمارسه الجيش ويريدون. ولذلك لا نرى إلى اليوم من حكومة ميانمار أي صورة من صور الإرادة لحل هذه المشكلة، بل يزيد الطين بلة حينما يمارسوا التجويع في داخل ميانمار وفي مناطق قرى المسلمين روهينجيا. هل لديكم شهادات حية، توثيقات حية وشهادات عن هذه السياسات، سياسات التجويع بحق الروهينجا؟ هل وثقتم ذلك؟ نعم، هنالك شهادات موثقة وموجودة أن الجيش كيف يمنع دخول المواد الغذائية في تلك المناطق، وكيف حاصرهم دون إعطائهم المواد الغذائية الكافية لهم. وهنالك أيضا مقاطع وصور والشهادات للناس الذين هربوا إلى بنغلاديش، وكذلك تأتينا من داخل أركان بعض المقاطع عن طريق المواقع الاجتماعية تأتينا، وهذه كلها موثقة وموجودة تثبت. والجيش مسؤول مسؤولية كاملة عن هذه الحالات التي تحدث في القرى النائية وبعض القرى في داخل ميانمار، بالذات قرى مسلمي الروهينجا. طيب ربما الملف هذا الملف وهذه التوثيقات، المسار الذي سيتخذه في سبيل وضع العقوبات اللازمة على المذنبين والعقوبات الدولية بحسب اطلاعكم، ماذا تقول في هذا الصدد فيما يخص سياسة التجويع؟ طبعا سياسة التجويع ليس سياسة واحدة، هنالك سياسات كثيرة يمارسها الجيش، كلها تعود إلى عناصر الإبادة الجماعية. كيف أنكم رأيتم قبل أسبوع المقررة الأممية لحقوق الإنسان في ميانمار صلحت أن هنالك علامات واضحة لحصول الإبادة الجماعية، وإذا المجتمع الدولي لا زال في خجل، لا زال يصرح ويتكلم دون إيجاد أي حل جذري لهذه المشكلة، دون وجود أي ضغوط قوية على حكومة ميانمار لوقف هذه الممارسات اللا إنسانية التي تعود إلى المجازر الجماعية والمقابر الجماعية والتجويع الناس لكي يموتوا دون طلقة رصاص وتكلفة. وكل هذه يعني تحدث أمام مرأى من العالم، والمجتمع الدولي كأنه لا تنادي لمن لا حياة له، ويتكلم ويسكت، والجيش يمارس ما يريده ويستمر هكذا. نعم دكتور. نعم. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة الدكتور طاهر أراغاني رئيس المؤتمر العام لاتحاد روهينجا، كنت معنا عبر السكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.